من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك طبعا الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني والف مبروك طبعا يا كابتن هيثم، ومبارك لكل جماهير النادي الاهلي طبعا بعد مباراه اليوم الاهلي والزمالك واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط واحد فقط لنادي الزمالك. طبعا يمكن معي في هذه اللحظات طبعا يعني ممكن نقدر نقول ذا مان اوف ذا ماتش كابتن حمدي الصافي. كابتن حمدي طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه طبعا عايز ابارك لك على مباراه اليوم، وخلينا نتكلم عن صعوبه المباراه النهارده وطبعا شايف ازاي اداء لاعبات النادي الاهلي. طبعا مباراة صعبة جدا، هي مباراة صعبة فنيا ومباراة صعبة قبل المباراة، يعني التحضير ليها كان كتير قوي وتفاصيل كتيرة وضغوط نفسية كبيرة على اللعيبة. الأحداث اللي حصلت من بداية الموسم وانتقال لاعبات وتدعيمات كتيرة قوي بفلوس كتيرة لنادي الزمالك حطت ضغوط على اللاعبات، وجمهور الأهلي بيطالب طبعا فريق النادي الاهلي دايما بالفوز، فتيات الذهب الاصلي مش الاسم اللي اتسرق كمان، فيعني حاجات كتيره بتحصل غريبه يعني. فطبعا كل دي ضغوط على اللعيبه بتاعتنا، بس انا بشكرهم لعيبه رجاله الحمد لله ادوا اداء عالي رغم الضغوط ديت. ممكن ما كان يعني انا كنت متوقع طبعا صعوبه المباراه كمان في الضغوط مش في الحاجات الفنيه، الحاجات الفنيه بنتعامل معاها في الملعب، انما الضغوط النفسيه اللي على اللعيبه بتاثر طبعا على ادائهم. بس اللعيبه الحمد لله كلهم طلعوا رجاله واحده واحده بعد الشوط الاولاني، دخلنا الماتش وابتدى يظهر مستواهم الحقيقي الحمد لله، وكمان عندهم اكتر من كده الحقيقه يعني. يمكن طبعا تاكيدا على كلامك بالفعل يمكن هي المباراه شويه يعني نفسيا، يعني هي طبعا نفسيه لاعبات النادي الاهلي الضغوط المعنويه، فزي ما حضرتك قلت ازاي قدرت تتعامل ده مع لاعبات النادي الاهلي وازاي قدرت انت تجهزهم لمباراه النهارده بجانب طبعا التمارين. الحقيقه طبعا التمارين كنا مركزين فيها فنيا ما فيش فيها مشكله، هي المشكله النفسيه طبعا، وساعدني فيها الحقيقه اداره النشاط الرياضي ومجلس الاداره الحقيقه كان الوزير عمرو فاروق وكل مجلس الاداره وكابتن خالد مرتجي كابتن خالد العوضي معانا في التدريبات كل يوم تقريبا، وبيبلغونا تحيات الكابتن محمود الخطيب وانه متابع جدا الفريق وانه منتظر مننا الفوز، بالاضافه طبعا لجماهير النادي الاهلي كلامها على السوشيال ميديا ان هي محتاجه المباراه ديت ويعني مش هيقبلوا مننا غير الفوز. كل دي ضغوط كبيره جدا على الفريق، ولكن الحمد لله الفريق اثبت انه فريق بطل بيقدر يتعامل مع الضغوط، كل الضغوط دي تهد اي فرقه، بس الحمد لله اللعيبه كانوا يعني رجاله وقدروا يقفوا ويعدوا المرحله الصعبه دي. الحمد لله يا كابتن. طبعا خلاص مباراه وخلصت، ان شاء الله في لسه مباريات تاني في الدور التمهيدي من بطوله الدوري، ازاي ان شاء الله يا كابتن تستعدوا للمباريات دي؟ اكيد طبعا احنا النهارده شاركنا، عندنا لسه في ناس كتيره ما كانش ليها دور النهارده كبير، بس الفتره الجايه هيبقى ليها دور، ظروف المباراه استدعت ان احنا نعتمد على لعيبه معينه في اوقات معينه، ولكن احنا عندنا الحمد لله 14 لعيب او 16 لعيب كمان الاثنين اللي ما شاركوش ما كله جاهز الحمد لله، عندنا عدد لعيبه لا باس به، بالاضافه طبعا عندنا لعيبه صغيرين بندخلهم واحده واحده. النهارده شفنا مي غزال نزلت قلبت الدنيا في لما نزلت الحمد لله وادت اداء عالي، وعندنا لسه في لعيبه صغيره بالاضافه للخبرات، كل ده هيندمج مع بعض الفتره الجايه دون وقتنا، بس ان شاء الله باذن الله وربنا هيسهل ان شاء الله. باذن الله يا كابتن طبعا بنتمنى لكم التوفيق وواثقين فيكم طبعا ان شاء الله، ان شاء الله بعد كده بقى المره الجايه واللقاء الجاي كابتن يبارك لك طبعا على بطوله الدوري. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ويبقى موسم موفق لفتيات الذهب ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك. ده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع المدير الفني لفريق النادي الاهلي الكابتن حمدي الصافي، والان العوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل.